نعم نحن الكرام بلا حدود، نعم نحن العطاء بكل جود، ونحن المنجزات بكل فخر، صعود في صعود في صعود، كمثل طويقنا الجبل المعلى، لنا عزم كبير في الجهود، شباب سائرون إلى المعالي، وشعب طامحون إلى المزيد. بحر، غابات وبر، وجبال وبرد وأمطار، هذا التنوع تتميز فيه المملكة عن بقية دول العالم بطبيعة مختلفة. المملكة تعتبر قارة بحجمها وتنوع تضاريسها. المملكة صاحبة أولوية في الاهتمام في مجال البيئة، وزي ما شفنا أكبر مشروع إعمار بيئي بالتاريخ كان بأيدي سعودية، وبدأ طبعا بعد نهاية حرب الخليج الثانية، يعني تقريبا في عام 1991، وانتهى بشكل كامل في عام 2013، يعني 22 سنة عمل متواصل على هذا المشروع الضخم اللي كلف أكثر من 100 مليار دولار. تخيل حجم ضخامة هذا المشروع. هذا كان أحد المشاريع الضخمة قبل الرؤية، ولكن رؤية المملكة العربية السعودية جت بعين واسعة تشمل كل القطاعات، ومن ضمنها قطاع البيئة. بدينا نشوف مبادرات ومشاريع وبرامج مختلفة ومتنوعة في مجالات البيئة، حتى في التشجير الوضع اختلف تماماً عن قبل 5 سنوات. المركز والبلد كلها عندها أهم مبادرة، يعني اللي أطلقها سمو ولي العهد، اللي مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليار شجرة على العقود القادمة. المركز اليوم يقوم بدور محوري ودور رئيسي في دراسة، في إعداد الدراسة وإعداد المخطط الاستراتيجي الشامل لزراعة 10 مليار شجرة، لتحديد البيئات المناسبة، تحديد الأنواع المناسبة، تحديد مصادر المياه المتجددة اللي تستخدم، سواء مياه متجددة معالجة أو حصاد أمطار. فبالتالي هذه هي أبرز ما يقوم فيه المركز اليوم، بالإضافة إلى مبادرات اليوم، مبادرات خاصة في المنتزهات الوطنية لإعادة تأهيل وتطوير 50 منتزه طبيعي، بالإضافة وإلى تنمية الغابات اللي موجودة عندنا، تنمية الغابات والمحافظة عليها، هذه أحد المبادرات. عندنا حماية وتنمية المراعي وحماية 8 مليون هكتار من المراعي كمرحلة أولى، فهذه هي كلها من المبادرات. رغم حداثة سن المركز فهو المركز يكون فيها، بالإضافة إلى تصنيف النباتات، اختيار النباتات المناسبة، آليات إدارة النباتات الغازية ومعالجتها، بناء المشاتل وبنوك البذور، هذه كلها من المبادرات اللي يقوم عليها المركز ويساهم فيها، يساهم في تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء بشكل رئيسي، لعب رئيسي فيها. السعودية الحمد لله ربي أنعم عليها بتنوع بيئي، جغرافي، حيواني، نباتي، تروح كل منطقة تلقى لها طبيعة مختلفة، رحت للسواحل لقيت شكل، وكل ساحل في منطقة يختلف عن ساحل في منطقة أخرى، انبغيت جبال، انبغيت صخور، انبغيت تنوع ضخم جدا. السؤال مع هذا التنوع الضخم اللي موجود عندنا داخل السعودية، في سؤال ممكن يطرح على بالي وعلى بالك، كيف راح تقدر السعودية إنها تحافظ على هذا التنوع البيئي والحيواني والنباتي وتجعل من هذه الدولة مكان مناسب للحياة؟
قبل ما تجاوب خلني أقول لك، البنك الدولي قال أنه في عام 2014 بلغت نسبة التدهور البيئي أكثر من 86 مليار ريال، وهذا يعني أنه يعادل 3% من الناتج المحلي عندنا في السعودية. المملكة العربية السعودية صرفت أكثر من 1.1 مليار دولار على الإعمار البيئي اللي صار بعد حرب الخليج، وكانت تعتبر أكبر عملية إعمار بيئي حدثت في التاريخ. حملة نجعلها خضراء هي حملة تعنى بإعادة تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة والحد من الممارسات السلبية ورفع الوعي المجتمعي للمحافظة على الغطاء النباتي، وهي إحدى الحملات المصاحبة لمبادرة السعودية الخضراء. كلنا شفنا مبادرات كثيرة بالفترة الماضية لها علاقة بالبيئة والتشجير والطبيعة وغيرها، من أهمها كانت مبادرة السعودية الخضراء. السؤال، وش هي هذه المبادرة؟ طبعا مبادرة السعودية الخضراء تم الإعلان عنها من قبل سمو ولي العهد، يعني يمكن نقول هذه الدولة أخذت على عاتقها إطلاق المبادرة المحلية، وكذلك المبادرة الإقليمية في الشرق الأوسط لزراعة 50 مليار شجرة واستجابة للتغيرات المناخية اللي تحدث اليوم في كل دول العالم. المملكة العربية تتأثر وتؤثر في المحيط العالمي، فبالتالي هذه من أهم أهدافها المبادرة. لو ركزنا على زراعة 10 مليار شجرة من مبادرة السعودية الخضراء اللي هي أشمل اليوم المبادرة، جاء التوجيه فيها أو إعلانها تتم زراعتها خلال العقود القادمة. المركز اليوم يقوم بمخطط استراتيجي شامل لتحديد المدة الزمنية متى نصل إلى 10 مليار شجرة في، وكذلك في البيئات المختلفة. اليوم عندنا أكثر من 12 بيئة مختلفة ونطاقات، عندنا اليوم الغابات المانغروف، الغابات الجبلية، الأودية، المراعي بجانب الطرق السريعة والسكك الحديدية، داخل النطاق العمراني والحضري، في الغابات، في المنتزهات. فبالتالي اليوم حيكون عندنا مخطط استراتيجي شامل يحدد الاستراتيجية اللي حيتم استخدامها لضمان استدامة الغطاء النباتي في هذه البيئة. خلال السنوات الماضية اللي راحت لو لاحظتوا زاد عندنا نسبة الغطاء النباتي بنسبة 40%. واحدة من أعظم الجهات اللي خلف هذه الإنجازات والجهود العظيمة هو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. في عام 1440 أنشئ قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. هذا المركز له دور عظيم جداً في هذه العملية. من أعظم مهام هذا المركز أنه يشرف مثلاً على الغابات، على المراعي، على الحدائق العامة، على المتنزهات، ويقدر يستثمر فيها. بالإضافة أيضاً على المحافظة على الموارد النباتية اللي موجودة عندنا في السعودية. عندنا نباتات كثير جداً مهمة لازم نحافظ عليها عشان يكون لها استدامة عندنا داخل الدولة. من أعظم المهام للمركز هو متابعة تطبيق الأنظمة والمعايير لضمان استدامة الغطاء النباتي وتنميته بشكل أكبر وأكبر. حدد كم عدد الأشجار اللي يتم زراعتها، كم عدد الأشجار اللي ستنمو طبيعيا، مصادر المياه المتجددة، الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، إشراك المجتمع المحلي، إشراك كافة القطاعات. نهدف من خلال الحملة إشراك جميع القطاعات وأيضا جميع فئات المجتمع للمشاركة في الحملة، والهدف الرئيسي منها أنه كل مواطن وكل مقيم مسؤول عن الأرض أو البيئة اللي هو يعيش فيها. العالم اليوم كله يواجه مشكلة جدا ضخمة، وهي انقراض كثير من الغابات والأشجار الطبيعية وخصوصا النادر منها، وهذا له أسباب كثيرة. تكلم عن الزراعة غير المستدامة، الصيد الجائر، قطع الأشجار، والمشاكل اللي قاعدة تواجهها الغابات مثل الكيماويات وغيرها. السعودية اليوم قدرت تواجه هذه الكارثة وتحل من مشكلتها، لأنها مشكلة تجتاح كل دول العالم اليوم عن طريق الاهتمام وحماية الحياة الفطرية بكثير من مناطق المملكة. المملكة أخذت إجراءات حازمة في رحلة الوصول إلى الحياد الصفري وإزالة الانبعاثات الكربونية. شفنا هدف زراعة أكثر من 10 مليون شجرة. هذا الهدف بيساهم بتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 200 مليون طن وزيادة نسبة المحميات بحوالي 30%. تسعى لاستصلاح أكثر من 8 مليون هكتار من الأراضي غير الصالحة للزراعة.
هذا يعتبر جزء بسيط، والقادم صدقني بيكون أجمل بكثير. اليوم احنا نتكلم على مشروع وطني كبير يمتد إلى يمكن إلى 90 سنة وإلى 100 سنة وأكثر، فبالتالي هو مشروع لتحول كبير في مجال البيئة. محاولة استعادة الغابات لمقاومة التغيرات المناخية اللي قاعدة تصير تعتبر هاجس العالم، وكل دول العالم اليوم جلسة تبادر وتطلق مبادرات مثل مبادرة غرس الأشجار، واللي من خلالها أطلقت الطائرات بدون طيار لترمي شتلات الشجر وترمي كذلك البذور في عدة دول مختلفة في العالم، وهذا شيء أطلق في المنتدى الاقتصادي العالمي. التشجير اليوم يعتبر هو هاجس العالم، إعادة الغابات الطبيعية الجميلة يعتبر أيضا هو هاجس دول العالم، لأنه اليوم التغيرات المناخية اللي قاعدة تصير مثل هذه الغابات قاعدة تختفي أو قاعدة تتأثر بسببها، لذلك حنا قاعدين نشوف كل هذه التغيرات اللي قاعدة تصير. اليوم رؤية المملكة شملت كل أجزاء الحياة من توسع وتطور رهيب في جميع المجالات، وهذا اللي تعودنا عليه اليوم في النماذج اللي صنعتها المملكة العربية السعودية بالفترة الأخيرة. أتمنى اليوم أني قدمت لك شيء يفرحك ويشعرك بالفخر والامتنان لهذا الوطن العظيم على جميع الجهود اللي تقدم. شكرا لك وفي أمان الله. لنا بصماتنا في كل شيء تويق نحن من فوق الوجود، سعودي جيل بعد جيل وننعم في رخاء في سعودي، بلاد كل يوم في نماء وشعب الشعب السعودي.